هدف أول في أداء في ملعبه في أنفيلد على مستوى دوري أبطال أوروبا. ولذلك فإن يظهر لك دائما كنترول فينيسيوس سنتيناكا. بيني يحاول العبور. بيني مر وأخذ في التغطية في اللحظة الأخيرة. وبعد رامينيا يحاول يمر لكن راتشو فرنانديز في التغطية. وبعد ذلك في الإبعاد تحولت إلى روكريس يتوقع كل شيء بذكاء يستعيد الكرة وخطأ احتسب الحكم من ساعته فينيسيوس وعلى بوسكيتس. الكرة مدريدية اللمسة مدريدية لمودريتش. فينيسيوس على اليسار حطها البنزيما الكنترول يا إلهي. أجمل هدف البرسا في الهجوم بكرة في أغزيما يحاول يمر كريم تسديد الهدد الوينتو لكن أراوخو بروع أراوخو. فيني يحاول يمر على جهة اليسار ركلة جزاء. ناتشو يحاول يمر أمام رامينيا ورامينيا في التغطية والإبعاد تحولت بعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصاعة ريال مدريد. حاول مدريديا مودريتش القائم الأول تحضير الراس لكن الإبعاد إلى ركنية أخرى لمصاعة فيديو. صراع كبير وبعد ذلك كامافينجا خطأ احتسب الحكم وإنذار أول. بنزيما وحكم المباراة بينما كرة خطيرة لمصاعة كسب وفرصة وكرة تسلل على برشلونة تسلل ويا فرانكي زين. هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل إذن في لقطة كانت خطيرة للبرسا. نشوفها في الإعادة. المخرج كان معنا في لقطة فينيسيوس شوفها مرة أخرى. الكرة اللي كانت لمصاعة كسب الذي احتسب عليه حكم مباراة التسلل في الدفاع وعادت بعد ذلك إلى فينيسيوس أمسى وتمريرة إلى بنزيما مر وبعد ذلك إلى فينيسيوس ثاني عرضية أقرب إلى مارتر شيغن بروعة كبيرة. مارتر شيغن الخبرة والمحافظة على اللقب لمسات تمريرات على اليسار قابيب بكرة عرضية من رافينيا. الكرة لناتشو ناتشو توني كروس تغيير اتجاه اللعب حلوة وكرة يا إلهي يا لها من تبريرة يا توني يا توني يا تيما بالكعب لكن الدفاع يتألق على التغطية. وبعد ذلك كرة عرضية الكرة لمصاعة برشلونة عرضية خطيرة وسيلة ناتشو بكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الأمان بقبضة اليد الحديدية فالفيردي بتسديدة لكنها سهلة في يد الحارس الألماني. التي اليمين إلى كامافينجا الكرة والمرور والمهارة والتبريرة وفينيسيوس طالت عليه وبعد ذلك هي إلى ضربة فريق شافي يحترم الخصم ويضيق المساحات. فالفيردي بكرة خطيرة والتسديدة يا إلهي كرة داني كارفاخال الريال تير شتيغن بروعة كبيرة. مودريتش يحاول مين العودة إلى داني إلى كاما كامافينجا تمرير كامافينجا تسديد لكنها بعيدة يا لقطة كانت خطيرة لمصاعد ريال مدريد. وناتشو ورامين يقرب الكرة يكسب خطر ويحصل ناتشو على إنذار بكامافينجا بينية لفينيسيوس ضد فالفيردي. فينيسيوس على اليسار فينيسيوس يبحث عن كرة عرضية خطيرة وتير شتيغن يتألق في منتهى الروعة في منتهى الخطورة في منتهى الجمال. كامافينجا إلى الكرة اللي كانت في اتجاه المرمى لكسب ولكن إنسو باتي دخل من أجل أن يمنع برشلونة من الوصول للتسجيل بدلا من أن يدخل من أجل أن يسد. اليوم بأداء كبير جدا لألونسو اسمع باتي وباتي مر هذه كوندي فينيسيوس تمرير المدرب